دكتور احمد شكري. ربي طمني فاتتك قاعده تاريخيه. يا بقى، ما تقعدش تعذبني. قول لي ايه اللي حصل. مفيش جديد عادي. ايه يا عم، انا كلمت عبد المنعم قال لي ايجابيه جدا وبتاع. والله العظيم ده سطحي اخر حاجه، وفعلا انا بفكر امشيه من الحزب عشان يعني منفوخ منه يعني. قول له ايه تقييماته الاخبار. عبيطه. بقول له ايه الاخبار. قال لي، قلت له، قال لي انا في مواصلات مش هقدر اتكلم. قلت له يعني ايه ايجابيه. قال لي اه ايجابيه جدا جدا. لا بص، هو اهم حاجه وصلنا لها اقنعته ان احنا لازم نلعب سياسه ونبقى برجماتيين. صح كده. تمام؟ ثواني. فقلت له احنا دلوقتي عمرو بيلعب رايح جاي، نقعد معاه ونسمع منه مفيش مشكله، بس كده كده احنا مش انفولفد معاه. هو مين ولكن عمرو؟ مين؟ عمرو موسى عايز يتغدى معايا. قلت له اتغدى معايا، ما تتغداش معايا ليه؟ اه بالظبط. قلت له مرشد الاخوان نقعد معاه نشوف اولهم واخرهم ايه، ومعانا ولا مع عمرو موسى. اه الحاجه التانيه، احنا دلوقتي شايفين مين اللي موجود، نستوعب هشام اه بالظبط. بسطويسي عايز يبقى رئيس، تعالى هشام بسطويسي انت تبقى نائب الرئيس. اه بالظبط. احمد زويل، تعالى احمد زويل انت كده كده الدستور بيقول انك ما تنفعش تبقى رئيس ولا نائب رئيس، فتعالى رئيس وزراء. اه واخد بالك؟ اه بس فاقتنع البوب الصالح، قال لي ابدا اتصالاتك. تمام. فهنبدا اتصالاتك. عايزين مدير وبتاع وكلام كده، فقلت له والله ما فيش ايه؟ هتبدأ اتصالات ايه؟ اكلم بقى هشام واكلم الناس ديت يعني، اه وهم وابو الغر هيكلم زويل وهنشوف بقى. فاهمني انت الديل دوت؟ تمام. يعني عشان لما نعمل المؤتمر الصحفي للترشح للرئاسة اه نلاقي زويل واقف جنبه، نلاقي فاروق الباز، نلاقي هشام البسطويسي، واحنا يبقى كده اه خلصت. تمام. بس والله العظيم يا ميدو، يعني هنجيبه لك رئيس يا ميدو، هنجيبه لك رئيس، بس يعني ربنا يسامحنا يا ميدو. ربنا يسامحنا يا ميدو. جبت سيرة الحلم ولا ما جبتش؟ لا لا، ما جبناش سيرة الحزب خالص، بس بسرعة قلت له احنا كده كده شغالين في موضوع الحزب ولازم كده، وده مش حزب البرادعي، واكدت عليه كده. اه بس في البلاله يا عم علي، يا عم ابوس ايدك والنبي خلي علي يسافر. ايه بس، قال له ايه؟ قال ايه؟ ما فيش يا عم، لسه بيفكر بنفس الشكل الغلبان قوي. مسكين يا احمد، مسكين. اللي هو ايه بس، طمني. قول لي اللي هو اللي هو ايه؟ كده الشكل اللي هو ايه، اللي هو طريقه التفكير نفسها زي ايه يعني؟ بشكل عام طب يا احمد. ليه طب شوفه كده صح؟ اللي هو ما فيش كده. طب نعمل، طب قلت له لا، مروه هجيب مروه مفرغه، مروه مفرغه هتيجي تاخد لها 2000 دولار في الشهر. اه بص، كلم لي ضابط من الضباط بتوع المحل عايز يغاضيني وبتاع، عشان كنا بنتخانق مع بعض كتير. فقال لي على فكره انا جبت لك الملف بتاعك اللي كان في مكتب امن الدوله كله. حبيبي علي، فجاب الملف وقعد يحكي لي فيه. فالملف ده انا عايز اقول لك فيه تفاصيل في منتهى الدقه، يعني نشاطي من اول مثلا 2006 بكل الاجتماعات اللي حضرتها بالناس، بقول ايه بالساعه كام، حاجه بنت كلب كده يعني. وبعدين تربع المهم بقى، هو كمان عرف يتصرف في ملفين، ملف بتاع وائل اللي هو مساعد حمدي فخراني، الملف الثاني بتاع واحد المخبر اللي كان بيتجسس علينا وبيكتب تقارير بخط ايده. طلع مين؟ ابو ناصر. ابوه؟ ابوه. حلو قوي. فضيحه العيال. بص في هيدي المحله لك الحاجات دي. ايه لا انا اسال من غير ما يتكلم. الظابط ده يعني كلمني عن طريق واحد صاحبي، خلاص هو صاحبه، فهو الواد قال لي انت قبل ما تيجي المحل هنكون مصيحين. ايوه بس بقى بعد كده الناصر كان بيقول لابوه. ما هو اكيد. ايوه طب ماشي، طب ما احنا عايزين وصفه ما بتاع حاجه الكلام ده نبعتها باسم ناصر عضو الائتلاف. هيتحط على الفيس. ايوه الحاجات دي بالكوبي يعني. شغل ماجستير وشغل تعبينك وسيطر سيطر. ده انا بص انا طرت من بره، قلت لازم اعرف اشوفها. قشطة عليك. طب شوف لي ملفي بقى يا منى، عشان انا ملفي اتنظم لي يا منى. بيه
فيهاش ايه؟ يعني كل مكالماتنا مسجله، كل مكالماتنا مسجله انا وسيادتك. يا كبير يا كبير، يا علاقاتك النسائيه يا كبير. ايه يا كبير صايع عنها؟ يا صايع. كبير عنها ايه بس؟ قول لي علاقاتك المشبوهه يا كبير. قول لي قول لي كبير ايه؟ كذبين زفت يا كبير، كذبين زفت. جايبين تاريخك من يوم ما اتولدت يا كبير. طب اديني الملف ده حالا. ادهولك فين؟ اتاخد مني الشرطه العسكريه، اخدته مني وملف الجمعيه الوطنيه. اه والله العظيم، بس ما تقلقش الشرطه العسكريه خدته كله هيتحرق، واخد بالك؟ ما تسلمش للنيابه، تاخد مننا وضربونا كده حبه وخدوا مننا حاجات. بس بقى ايه يعني، طالع بشويه حاجات وكده ومعايا خط. اه طب ما طلع، بس مش ملف، الملف بتاعك ده بتاخد كله. بس مسخره بقى. وقد تقابل المدعو مصطفى النجار مع عبد الرحمن يوسف، واخد بالك؟ ابن يوسف القرضاوي، وفي في في مقهى حمزه باشا. ازيك؟ صورت حاجه؟ لا. ده في بلاوي. اه يلا بقى، ربنا معانا. في ورق لغايه امبارح كنت نازل كده، هتعمل ايه وفلان هتعمل والله ايه وفلان هيعمل ايه. ايوه يا باشا. بس ف طيب بدا واحد جنسيه؟ معايا هو بدا واحد جنسيه؟ لا يا عم، بدا يا عم مصري، ومصري وامه فلاح وابوه فلاح. دوري بقى عشان راح التكتوك. كان في تصوير جنسي في حياته هو. يا عم ليش دعوه بالجنس يعني؟ يلا السلام عليكم. ايوه كبير. بس يا كبير، جبت ملف الجمعيه الوطنيه، لقيت ملف الجمعيه الوطنيه مكالمات انا وعبد الجليل مصطفى. واشتم الساعه البلدي. ويكيليكس ويكيليكس يا كبير. بص انت مهما تتخيل، يعني مهما تتخيل، مش ايه القصه معاك هتبقى غريبه يعني. ربنا يستر يا كبير، ربنا يستر. احكي لي قول. ما انا بقول لك، انا بقول لك الكلام والعلاقات ايه، يقول لك علاقات نسائيه بنساء مشبوهات في مصر الجديده ومدينه نصر واعتاده مش عارف ايه، وقصص كده وسهرات مش عارف ايه، فن يعني قصص كده. وايه بقى، وكاتبينه ان هو ليس له اتجاه اسلامي، بل وهو منحرف الخلق. يا كبير كان لازم تبقى معايا، كان لازم تبقى معايا بجد. انا مش قادر اقعد نفسي من الضحك يعني. بص انا مش قادر. يا لهوي يا لهوي يا كبير، يا لهوي. لا 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 لا، ده انا بكره لازم اطلع اعمل حلقه مع منى الشاذلي ومعايا ملف منى. انت خدت حاجه معاك؟ ايوه خدت ملفات، خدت ملفات ورق ناس، واخد بالك؟ ملفات ويعني في حاجات هربناها، وخدنا 4 هاردات كمبيوتر، واخد بالك؟ ف بس وفلتنا بيهم. ايه سيطرة؟ سيطرة اخر حاجة يعني. اه بس ايه؟ بس يعني بص ايه؟ يعني قلقان ان هو يتهرش انه مضروب. بس لا لا، ما يعني هتخسر حاجة؟ تربح التجارة حسنا، انت شوية انك محاولة الاصلاح من اول. انت ملاحظ الاسلوب يا محمود؟ ايوه، ما هو انت هارش يعني. انت عملت ايه؟ انت خدت نفس الاسلوب اللي بيتكتب بيه ال لا، والقصه والدنيا وبتاع والتسلسل وكده، فيعني ايه، وحب علينا وحب عليك وكده يعني، فاهمني؟ طب ليه ما قلتش الحاجات اللي بتاعت ان هو طلب فلوس؟ ما حلوه دي، هي واحده 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 تكفي، فاهمني؟ تعرف المذكورة على العنصر الإثاري المعروف. خلاص لا خلاص خلاص. أنا حاسس إنك مستمتع يا محمود. من إيه؟ حاسس إنك مستمتع. أو طبعا ملصق الحملة عبد الرحمن سمير. يلا خير خير.
تمام تمام يا باشا. انا قبل بقى ما تعمل يعني ابعت لي الصور بقى ماشي. لا لا ده انا هظبط الكلام طيب عشان برضو تبان بنفس صورة الحاجات اللي معاك يعني. بس اكونت كده ومن الشارع يا محمود مش من جهازك. ها ماشي على فلاشاية. اسمعني على فلاشاية ومن كافيه. خلاص قشطة. هو من جهازك. لا هو ايوه. لا لا ما تقلقش. خلاص ماشي يا باشا وبديني الامان. خلاص فل. قريت الخبر؟ بس انا مش شايف ان الخبر ده يعني يا عم الخبر كله في السيطره يا محمود. ايوه ان احنا ان احنا الكلب دي الراجل هو بيشاورنا احنا وان الكلام معانا وان احنا الاربعه متبروزين فاهمني. خلاص ماشي. بس هي دي القصه يعني. ماشي سيبك من الكلام اللي في النص يعني. فول انت بعت لي مرتين مش عارف ليه. مش عارف ممكن غلطه. معلش. طيب ماشي ماشي يا عم. سلام.